مرحبا، معكم بسان من غزة ومستمر معكم في تغطية التلفزيون العربي ليوميات تحت القصف. أخيرا نقدر نحكي إنه دخلت غزة مساعدات، ولكن هاي المساعدات الإنسانية كانت بالنسبة لنا مخيبة للأمال وخذلتنا وكمان غير كافية، لأنه إحنا بنحكي بعد 14 يوم من القصف والحصار وتشريد آلاف العائلات بل مئات الآلاف، قاعدين بنحكي عن 20 شاحنة فقط فيها لوازم طبية وغذاء بدون ما تحتوي على وقود وماء، الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ولتشغيل المدارس أو لتشغيل أي إنارة ثانية حتى تلزم العائلات اللي تركت أو فقدت بيوتها، والمي اللي ما بنقدر بالمرة نستغني عنه واللي بدأ بالنفاذ من أول أيام الحرب. القصف لسه مستمر في كل أماكن قطاع غزة بدون استثناء وبيطال مستشفيات ومدارس، عشان هيك الليلة تم إخلاء 5 مدارس تابعة للأنورة موجودة في منطقة تل الهوى في حي الرمال، بالإضافة لإنذار مستشفى القدس بالإخلاء. غير هيك هذا القصف أدى لإصابة عدد من أعضاء الدفاع المدني والمسعفين واستشهاد صحفي الليلة، بالإضافة لأنه كان في مجازر في مختلف أماكن قطاع غزة ومنها مجزرة بحق عائلة موسى اللي استشهد منها أكثر من 25 فرد في منطقة دير البلح. وبالرغم من كل اللي بنسمعه بيضل في شوية أمل بيورجينا أنه في شعوب متضامنة مع الشعب الفلسطيني، وحتى في ناس متضامنة مع الأطفال اللي موجودين في مستشفى الشفاء سواء تركوا أو فقدوا بيوتهم. اليوم في خلال تواجدي في مستشفى الشفاء لاحظت أنه في مبادرة كانت لتفريغ نفسية أو تفريغ الطاقة السلبية اللي عند الأطفال، بحيث أنه في مجموعة من الشبان أعطوهم أوراق وألوان علشان يرسموا في شو هم يفكروا، بالإضافة لأنه كان في تواجد للأعلام الفلسطينية وللشعارات المنددة بالحرب الوحشية على قطاع غزة بين جماهير ليفربول اليوم.